هل من إنشاد الضالة في المسجد تعليق المفاتيح أو بطاقة الأحوال أو الأموال؟ إنشاد الضالة أن يصوت يقول من رأى من شاف كذا، من هذا إنشاد الضالة، رفع الصوت. أما وضعها على الأرض أو في مكان أو على لوحة هذا ليس إنشاد لها، وإنما هو عرض لها لعل صاحبها يأتي ويأخذ. هذا إذا كانت وجدت في المسجد، أما أنك تجيب الأموال اللي خارج المسجد وتضعها في المسجد هذا لا يجوز، لكن شيء طايح في المسجد ما فيه مانع أنك تبرزه على لوحة أو على شيء علشان أو تعلقه مسمار علشان صاحبه يشوف. نعم.